بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات، اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، سورہ نساء قرآن کریم کی چوتھی سورت جو ہم سبقن پڑھ رہے ہیں، پانچ رکوع سورہ نساء کے مکمل ہو چکے ہیں، اب رکوع نمبر چھ سورہ نساء ہم شروع کرتے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے. جی ناظرین، یہاں سے رکوع نمبر چھ شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال، حمزہ را زبر ار را زر، جیم الف زبر جا، الرجا لام پیش لو، الرجال قوامون، قاف واو زبر قو، واو الف زبر وا، قوامون قوامون على النساء على النساء بما فضل الله بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما على بعد وبما أنفقوا من أموالهم
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب. اس لفظ کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، حافظات للغيب، للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفي إصلاحا يوفي الله يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين شيئا شيئا وبالوالدين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوبي والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. مختالا فخورا جی یہاں سے پھر میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ
رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فساء قرينا قرينا فساء قرينا یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے وماذا عليهم وماذا عليهم لو آمنوا لو آمنوا بالله بالله واليوم ال وال يوم ال آخر واليوم الآخر وأنفقوا وأنفقوا مما مما رزقهم الله وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين ذال کو یا کے ساتھ ملا کے غنہ کریں گے يومئذ يود اب دال کو لام کے ساتھ
یا ود اللہ یوم اذی یا ود اللہ ذینا یوم اذی یا ود اللہ ذینا كفروا كفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول لو تسوى لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله ولا يكتمون الله حديثا حدیث. ناظرین، سورہ نساء کے چھ رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم سورہ نساء کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے، اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے کی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان